رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد لمسلسل انا شخصيا منتظره وفي ناس كتيره جدا منتظراه. المفروض ان هو هينزل ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي على نتفليكس، وهو اول مسلسل مصري من انتاج نتفليكس، وهو مسلسل ما وراء الطبيعه. البطوله هيبقى لاحمد امين، هو اللي هيبقى عامل الكاركتر بتاع او الشخصيه بتاعت رفعت اسماعيل. تقريبا دي الروايه الثانيه للراحل احمد خالد توفيق اللي بيتم اقتباسها بعد مسلسل زودياك اللي كانت عرض في رمضان من كام سنه. مخرج طبعا الجميل عمرو سلامه هو المخرج العمل ده او المسلسل ده. انا من يعني واحد من افضل المخرجين بالنسبه لي هو عمرو سلامه، ومتحمس جدا انا اشوف المسلسل على نتفليكس الشهر الجاي. وكنت متحمس جدا للتريلر، اخيرا نزل له تريلر اللي بيشارك مع البطوله مع احمد امين، ناس بصراحه ما اعرفهاش، وعاد اسمها رزان جمال وسماء ابراهيم وايا سماحه هشام ادري. الناس دي للاسف ما اعرفهمش. انا همني احمد امين بس مش اكتر. انا قبل ما اشوف التريلر كنت مراهن على احمد امين اصلا ان هو هيأدي في الدور ده، يعني هو هيعمل الدور ده هيعمله كويس. هو ممثل على فكره تقيل جدا وعبقري، ولسه هنشوف منه حاجات احسن بكتير يعني قدام. واتمنى بجد العمل ده يبقى كويس، لان انا فعليا بجد انا مستني العمل ده. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره بتاع مسلسل ما وراء الطبيعه، هنشوفه دلوقتي لاول مره. هو تقريبا هو تيزر، هو دقيقه وكام ثانيه تمام، وهنتفرج عليه دلوقتي لاول مره. يلا بينا. خلاويص لسه، خلاويص لسه، خلاويص نسرق الحق المعنوي لشوية الهوى اللي حرك الستاير، أو نسرق حق مفصلات الباب المصدية واجتهادها في التزيين. رفعت، لو عقلك لعبك خده على قد عقله. واو، المسلسل هيبقى بجد فشيخ. يعني ايه ده؟ انا قاعد حرفيا من اول ثانيه نظرات احمد امين بجد مش طبيعيه. يعني تصدقوا لو قلت لكم ان انا متحمس للمسلسل ده اكتر من The Haunting of Billy Manor؟ لسه عملوا تريلر رياكشن امبارح. نظرات احمد امين بجد مش طبيعيه. على فكره انا ما قريتش الروايه بتاعت احمد خالد توفيق تمام، بس اسمع انا حاجات كتيره كويسه، يعني ناس كتيره قريتها انا اعرفهم قالوا لي ان هو الكتاب كان حلو. بس المسلسل ده شكله هيبقى فشيخ. انا ما اعرفش هو هيبقى كذا سيزون ولا هيبقى مسلسل تي في ميني سيريس مثلا 10 حلقات وهيقفل على كده، وبعد كده ممكن يبقى فيه قصص ثانيه ما اعرفش. بس بجد اللي يعني اللي اختار احمد امين للدور ده شكله عمل دور واو. انا بجد متحمس للمسلسل ده جدا، هينزل الشهر الجاي. انا مع اول ثانيه وانا قاعد بتفرج يعني انا بجد والله العظيم منبهر، اقسم بالله منبهر. نظراته ونبره صوته كفيله يعني اللي هو تتسحل وراه. نسبه ترقبي طبعا 10 من 10 ده بكل تاكيد. يعني العمل رائع، تحس ان حتى كمان السينماتوجرافي محترم. يعني بجد انا منبهر، مش عارف اقول ايه حقيقي، بجد منبهر ومبسوط قوي ان هو هيبقى اول انتاج نتفليكس، اول عمل مصري من انتاج نتفليكس. ده بجد حاجه عظيمه جدا يعني، واتمنى ان التجربه دي تتكرر ومع مسلسلات رعب اكتر، يعني عشان انا فعلا نفسي اول مره اشوف مسلسل رعب او فيلم رعب يعجبني. لان كل مع كامل احترامي مع كل الناس اللي عملوا مسلسلات رعب او افلام رعب، عمري ما اتفرجت على حاجه رعب مصريه خالص وعجبتني بصراحه. من اول ايام الانس والجن والتعويذه والحاجات دي كلها بصراحه يعني كانت يعني فيك قوي. يعني العمل ده اتمنى يكون فعلا عشان يكون حاجه جامده، عشان يثبت نفسه ويكون يعني الافضل بكل تاكيد في عالم الرعب في مصر. يعني اتمنى. واو، 5 نوفمبر، شهر اكتوبر هيخلص امتى يا ابني؟ عايزين نتفرج. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن مسلسل ما وراء الطبيعه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. لو حابين تدعموا القناه دي على باتريون وباي بال هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وما تنسوش تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.